أهلا بكم في تواصل.com والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ مع النجف حيث تتواصل التظاهرات المساندة لثوار الناصرية في عموم المحافظات بعد استشهاد 10 متظاهرين خلال أسبوع وجرح المئات. في محافظة النجف قام شباب المدينة بالخروج نصرة لذي قار ونظموا تظاهرة حاشدة بالتزامن مع قطع الطرق بالإطارات المشتعلة. التظاهرة جوبهت بقمع حكومي واستخدام مفرط للقوة. مقطع مصور يوثق لحظة تعرض متظاهر للضرب بشكل وحشي من قبل قوات مكافحة الشغب في المدينة في مشهد يعيد للأذهان ما جرى لكل الانتفاضات والثورات السابقة في مختلف حكومات العملية السياسية، ويبين كذب الكاظمي وتعهده بحماية المتظاهرين. فلنشاهد معا. في العاصمة بغداد حيث كانت على موعد اليوم مع مسيرة حاشدة تحت عنوان كفى دماء، وذلك لمساندة ثوار الناصرية. كذلك تجمهر المتظاهرون بالقرب من مول النخيل ورددوا هتافات مؤيدة لذي قار. دعونا نستمع ونشاهد جانبا من هتافاتهم في المقطع التالي. نبقى في العاصمة بغداد حيث توجهت هذه المسيرة إلى ساحة التحرير وسط العاصمة، وقبل وصولها إلى الساحة استنفرت القوات الحكومية وواجهتها بالقمع والتنكيل والاعتقالات في محاولة لتفريقها. دعونا نشاهد معا اللقطات التالية قبل الانتقال لاستعراض التغريدات على وسم بغداد تقمع الذي تصدر ترند تويتر في الساعات الماضية. ورا المتظاهرين هسه ما يخلونا حتى ناخذ انفاسنا. طبعا جاي يتراحون علينا وجبات وجبات. نعم، نذهب الى تفاعل الجمهور تحت وسم بغداد تقمع على منصة تويتر ونقرأ بعض التغريدات. حيدر الكناني غرد وقال: منطق الحكومة مسيرة سلمية تهدد الأمن أكثر من الروتين اليومي للصواريخ في سماء بغداد. ريما غردت وقالت: يا ريت تكون هاي المسيرة بداية انطلاق لتشرين جديدة، ومهما حاولوا قمعكم بالتالي هم إلى الزوال وأنتم باقون. إيمان غردت وقالت: ترى هي مسيرة سلمية من مول النخيل للتحرير، شكو هيش مرعوبين منهم. أما رباه فغردت وقالت: القوات النازلة حتى تقمع المسيرة كفى دماء، قوة نازلة تحرر بلد بأكمل، بغداد تقمع. نذهب إلى موضوع آخر وإلى البصرة. قبل عام اشتكى طلبة جامعة البصرة من مضايقات رئيس الجامعة الدكتور سعى الشاهين لهم بذريعة عدم دعمه لإدخال السياسة والتظاهرات في الجامعة بعد محاولة الطلبة تنظيم وقفات لمساندة ثورة تشرين داخل الحرم الجامعي، ليعود اليوم ويقوم برفع الستار عن تمثالين لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس المصنفان على قوائم الإرهاب داخل الحرم الجامعي، وذلك بمشاركة قيادة من الميليشيات والنواب في البصرة. دعونا نشاهد جانبا من هذا الحفل في جامعة البصرة.
دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول رفع الستار عن تمثالين لقاسم سليماني. زهراء جواد غر علقت وقالت على منصة فيسبوك: كل رؤساء الجامعات انتماءاتهم حزبية وهم جزء لا يتجزأ من دولة الأحزاب. أما عباس علي فقال: لعد ما تشوف الجامعات العراقية خارج التصانيف العالمية، يقول من وراء الخرنقعية. علي قال: زين مو المفروض الجامعة بعيدة عن السياسة، وحتى إذا عادي ينبني تمثال الجنرال مو المفروض أقلها عراقي يا يابا يا ذيول، يقول. أما محمد قال: عادي يابا، شنو المشكلة؟ المطاعم كلها تخلي صور كباب والجماعة هم كباب، يقول. نذهب إلى موضوع آخر في ملفنا لهذا اليوم، وننتقل إلى فيروس كورونا والأخبار المرتبطة بتفشي السلالة الجديدة للفيروس في العراق. الأستاذ الدكتور عامر محمد صالح، وهو طبيب معروف ومن سكنة بغداد، وجه مناشدة للخيرين لإنقاذ حياته بعد إصابته بفيروس كورونا ومده بالأكسجين في مشهد يبين حجم الكارثة في ظل لجوء الكثير من المواطنين إلى عزل أنفسهم بمنازلهم. دعونا نتابع مناشدة الدكتور عامر صالح في هذا المقطع. السلام عليكم أخواني، أنا دكتور عامر محمد الشيخ صالح، أعاني من الاختناق، أرجوكم ساعدوني بتوصيل الأكسجين إلى داري محلة 843 سقاق 76 دار 19 ضروب جامع على السجاد. أرجوكم ساعدوني بسرعة، ساعدوني بسرعة، أرجوكم التزموا بالاستنشاق والغرغرة. أخواني أنا لم ألتزم، مع السلامة. نسأل الله أن يشافيه ويعافيه. طبعا بعد المناشدة مباشرة استجاب أهالي العاصمة بغداد وبشكل لافت ومدوا يد العون له في مشهد يدل على روح التعاون، حيث توجهت العديد من الفرق التطوعية لمنزل الدكتور، حتى وصل بهم الحال الطلب من المواطنين الكف عن التوجه لاكتفاء الحاجة للأكسجين. دعونا نشاهد جانبا من روح التعاون لدى العراقيين. عامر، تنويه انه الدكتور حاليا محتاج فقط انه رعاية طبية، انه ايضا هنا دا يحاولون يوصلوها لوزارة الصحة، لكن كقناة أكسجين هو ما محتاج إطلاقا، لأنه اكتفوا والشباب ما قصروا وجميع الفرق توجهوا له وما قصروا وياه. طبعا حالات الإصابة والوفيات بكورونا ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع تأخر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق، وذلك بعد ادعاء الحكومة وصول الوجبة الأولى من الصين قبل أن تعلن السفارة الصينية في بغداد بأن الوجبة هي هدية من الحكومة الصينية إلى الحكومة في بغداد وليس للشعب العراقي. من بين الوفيات الأخيرة كان اللاعب الدولي السابق صباح عبد الجليل في منطقة كمسارة من جراء مضاعفات فيروس كورونا، وبات عبد الجليل خامس لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي واللاعب الدولي السابق ومدرب فريق نادي الكرخ كريم سلمان. دعونا نشاهد جانبا من تشيع الراحل في العاصمة بغداد. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته قبل الانتقال على وسم وين اللقاح. حين نشاهد أن المقبرة غير منظمة وأن الطرق ضيقة جدا ما بين القبور، لو كانت هناك
يعني جهات مختصة، أين الوقف السني والوقف الشيعي من هذا؟ لو ذهبت إلى أي دولة في العالم تجد حتى في المقابر هناك تنظيم وهناك نظافة. مع الأسف دعونا نذهب إلى هاشتاج أو اسم وين اللقاح الذي أطلقه العراقيين لمطالبة بتوفير اللقاح في بغداد. محمد فوزي اللامي قال يسألون اللقاح وين، هو الوطن كل وين. أما معن الجيزاني الصحفي العراقي قال حتى بالواجب الوطني والأخلاقي والإنساني الطارئ كتوفير لقاحات كوفيد 19 لشعبها فشلت الحكومة العراقية بالتصرف كجهة موثوقة وعجزت عن تسجيل حتى نقطة صغيرة ويتيمة على منتقديها. اللقاح وين؟ المهندس أزهر غردوة قال وين اللقاح؟ موازنة الدولة المهمولة ولا توجد مخصصات لشراء اللقاح في العراق، ليس بحاجة إلى ميزانية دفاعية وميزانية للحشد تذهب بمجملها للجارة، يقصد إيران. المرض يفتك بالشعب والمتنفذون أخذوا اللقاح. علي طالب غردوة قال صار ما أدري كم يوم وزارة الصحة خابصتنا والمسؤولين يصرحون ورئاسة الوزراء صرحت على المود متعاقدين على لقاح مال كورونا ودزوا طيارة تجيب اللقاحات من الصين، طلعا بس 50,000 جرعة وهدية من الصين. اللقاح وين؟ نذهب إلى محافظة البصرة. ليست حربا بل تشيع الجثماني رجل أعمال بمنطقة أبسخير في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة. تم استخدم المشيعون مختلف الأسلحة في مشهد يعكس حجم الانهيار الأمني وفوضى السلاح المنفرد. هذا المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل جرى تداوله بعد أسابيع على انطلاق عملية أمنية في المحافظة تحت اسم الوعد الصادق لحصر السلاح المنفرد، لكن على ما يبدو بأن المشهد الذي سوف نشاهده يبين لكم ما ألت إليه هذه العملية. فنتابع. إلى تفاعل الجمهور العراقي حول انفلات السلاح. سعد قال معقولة كل هذا التخلف؟ احنا بالقرن 21 لعد شو وقت نعوف البنادق، بس فهمونا انتم وين عايشين. محمد مجيد يعني بين السلاح محصور بيد الدولة حصر مو طبيعي، يقول والله مع الأسف يعني هسه كل هذا الرمي راح يفيد الميت بشيء؟ بالفعل ما الذي سوف يستفاد منه الميت؟ ليس هو صدقة أو دعاء. وسام يقول عقول فارغة، بس هاي الإطلاقات النارية الطائشة كم شخص راح يموت؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما عبد الرزاق قال لعد عمليات الوعد الصادق وصادرنا ولن نسمح، طلعت بس حكي يقول. دعونا نذهب الآن إلى فقرة أنت ترى. نحن أهالي حي الضباط في محافظة بابل تفاجأنا بنصب برج للاتصالات في منطقتنا دون علمنا وبدون علم مختار المنطقة، وتفاجأنا صباحا بنصب البرج فوق منازلنا علما بأن أكثر أبناء المنطقة يعانون من مرض السرطان. نطالب من خلال برنامجكم الجهات المعنية برفع البرج أو إيجاد الحل المناسب إلينا. هذه الرسالة وصلتنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة بابل. مثل ما يقول الصبح قعدت أنا واحد من الناس من الحي، شفت الصبح ما أشوف غير فوقاي برج، شوكي شدو، شوكي جت السيارات، شلون طبت، شلون موافقات حصلت، ما أعرف بالنسبة لي. زين يعني انا نعاني هاي المنطقه كلها، مو بس انا المتضرر الوحيد، لزق الحائط بصبيتي وهذا البرج قدامك. كورونا
اثنين يجيبون لنا ابراج ملوثه وبها بها اشعاع سرطاني. زيناني والدته مريضه بالسرطان. يعني شلون يعني ابراج اول مره هاي يسوي امراض سرطانيه، ثاني مره ما اخذ موافقه لا المختار ولا المنطقه. اجوا من هناك جابهم سيارات ونصبهم الابراج، وحتى السيارات مال الشركه اجت ضربت الباب مالتي وشالتها من السكه كامل. الوايرات مال المنطقه قطعوها، وريدنا منفذ قانون على مود نمنع للناس بهم امراض سرطانيه. فاتجهنا للقضاء ماكو حل، يقولون يعني ما يصير تروحون هو على ابو هذا يشيل البرج. خبرته قال له روح اشتكي. عندك منفذ قانون وروح اشتكي. والله معاناتنا تعرف احنا منطقه ضيقه. وماكو مجال، واطفال عندنا هواي كلها مرضى، ومنا عندنا مرض كورونا والهذي. هاي البرج طاب بدون علم المنطقه ولا المختار يدري به ولا اي واحد. اجينا قعدنا الصبح شفنا البرج فوق البيت. الى البريد الوارد حيث وصلتنا رساله عبر البريد الالكتروني لقناه الرافدين، جاء فيها: الثوره لكي تسقط او تسقط حكم الاحزاب الفاسده تحتاج زيادة أعداد الناس، وزيادة الأعداد تحتاج ثقة الناس وشعورها بشيء من الأمان، والأمان يأتي بإزاحة أذرع السلطة القمعية وهم المحافظون وقادة الشرطة، والثقة تأتي بعمل إنجازات سريعة من تغيير بعض المدراء الفاسدين وكشف ملفات الفساد وتقديمها للقضاء وعمل إنجازات لتحسين وضع المدن. نذهب الآن إلى الهاشتاج. يحتفل العراقيون اليوم بعيد المعلم العراقي مربي الأجيال الذي يبني الوطن بنور الحرف والكلمة ويبدد ظلام الجهل بالعلم والمعرفة. عيد يأتي هذا العام وسط توقف التعليم بالمدارس، فضلا عن الإهمال الحكومي الذي يعاني منه القطاع الذي تعتمده الأمم أساساً لنهضتها وديمومتها. دعونا نستعرض عدداً من التغريدات على وسم عيد المعلم على منصة تويتر. سمية غررت وقالت: عيد المعلم، شكراً لمن علمني القراءة والكتابة، شكراً لمن علمني الالتزام بواجباتي، شكراً لوقفتكم 40 دقيقة بالدرس، شكراً لصوتكم المبحوح أثناء الدرس، شكراً ست هناء، شكراً أستاذ خليل معلمي بالأول ابتدائي. كرار علي غرد وقال: منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك أماننا إلا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي. كل عام ومعلمينا ومدرسينا بخير وسلامة. أما كرار سلام فغرد وقال: عيد المعلم، كل عام والطبقة الأساسية في بناء مجتمعاتنا الرقي والجمال، طبقة المعلمين بخير مديد، أيقونة العلم المجتمعي، منها يخرج الجميع شاكرين الفنان والطبيب والمهندس والضابط والمعلم نفسه، يدفع أمما كاملة نحو التطور والازدهار. كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم عطاء مستمرا وجهودا مشكورة. أصعب غرد وقال: من المعيب أن يحتفل بعيد المعلم وهناك معلم يعمل بالمجان، ونحن بدورنا نهنئ معلمينا ومن علمنا في كل المراحل الدراسية ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، يطل شبح الإغلاق مرة أخرى في الدول العربية والإسلامية مع اقتراب هلال شهر رمضان. تفاصيل أكثر مع هذه المادة المنتجة من قبل الخليج أونلاين، فلنتابع.
ماذا لو استيقظتم في الصباح لتجدوا مدنكم ذكية، مدن تستشعر البيئة وما يحدث فيها وتتفاعل معها آنيا؟ دعونا نتعرف على مفهوم المدن الذكية مع تقرير لشبكة إيجي بلاس عربي، فلنتابع. ومع المدن الذكية نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.